نيجي الحين بالنسبه للدرس اللي هو اصلا مراجعه على القديم، بس حاليا لاحظوا انا قلت الماده هذه انا قاسمها لاربع اقسام. القسم الاول انك كيف تعرف الجيب والجتا والظل والبطا والمولى، فالكل لازم يبقى ذاكر القوانين هذه. النقطه الثانيه اللي هي لازم تنتبه لها انه في عندنا مفكوك الزوايا، في عندنا ثلاث قوانين مهمات، الثلاث قوانين هذول هن اهم ثلاث قوانين وبناء عليهم بترتب الباقي. اول قانون اللي راح اكتبه انا مفكوك الزاوية اللي هو جيب سين زائد صاد، يعني إذا كانت عندي زاوية بدي أفك الجيب عليها. لاحظ أنا مش شرط سين صاد ألف باء جيم دال هاء تاء اللي بدي إياه أي زاوية، المهم أنت بشكل عام بتقارن بهذا القانون الجيب بالنسبة للزاوية. عندي يفك على الأمر التالي جيب سين جتا صاد الزائد بضل زائد، يعني لاحظوا الموجب بضل بينهم موجب. الجيب حكينا جيب سين جتا صاد، بصير الحين جتا سين جتا سين جيب صاد. هذا القانون الاول. ننتبه في القانون الاول انه انا لو كانت الزاويه بينهم سالب، الاشاره بينهم سالب، بدي احط بينهم سالب، يعني الجيب سواء سالب او موجب بضل سالب وانا عندي سالب. الامر الثاني بدنا ننتبه انه انا كيف بدي اطبق هذا القانون؟ الاغلب هم دائما هذه الاسئله دائما موجوده، مثلا بيجي بقول لك مثال السؤال التالي جيب سين زائد 90. احنا بالمناسبه لسه ما حكينا شو جيب ال 90 جت ال 90، بس هذول الاساسيات الكل بيبقى عارفهم، صفر واحد بتتراوح بهذا الامر. فبنيجي الزاويه الاولى سين مكانها والزاويه صاد مكانها 90، بنفك بنفس الفك اللي هو جيب سين جتا 90 الزائد قلنا بضل زائد بينهم، بنبدل الحين بصير جتا سين جيب 90. دائما سؤال في الامتحانات دائما سؤال زي هيك دائما. فنيجي الحين ننتبه للامر الثاني جتا 90 هو صفر، لاحظوا صفر فيها اذا بضل صفر، صفر في جيب صفر خلاص كل هذا صفر المقدار انا مضروبات البعض. الحين جيب ال 90 هو واحد، يعني كان قاعدين بنقول واحد في جتا يعني يساوي واحد في جتا سين، يعني هو الناتج جتا سين. نيجي ناخذ هذا المثال رقم واحد، نيجي ناخذ مثال رقم اثنين على الجيب. احنا قاعدين نحكي اذا جيب الامر التالي اللي هو مثلا نقول الف ناقص 180. لاحظوا عندي هنا أنا جبت ألف وجبت 180، إذا ألف محل السين والصاد محلها 180، على نفس الترتيب، أنت عارف القانون بتطبق، ألف السين قيمتها، صاد قيمتها. إذا هذا يساوي جيب ألف جتا 180، لاحظ سالب، معطي أنا سالب. الجيب دائما هي، إذا هم نقل جتا المية عفوا جتا الألف جيب ثواني عفوا جيب الزاوية 180. الحين نجي للأمر الثاني جتا 180 عارفينها سالب واحد، جيب 180 هو صفر، لاحظ صفر في هذا إذا هذا صفر، سالب واحد في جيب إذا سالب جيب ألف، إذا الناتج سالب جيب ألف. هاي الأمر الثاني. ناخذ مثال ثالث. طبعا هذا الأمر بيجينا القانون ليش مهم؟ القانون هذا مهم بسبب إنه ممكن يعطينا نفك وممكن يعطينا نرجع، راح ناخذ احنا في الدرس الأول كيف نفك، الدرس الثاني كيف نرجع. المفكوك أسهل من الترجيع، لأنه الترجيع بدك تقارن وتشوف شو الأمر. رقم ثلاثة. أنا أجاني قال لي جيب 270 زائد عين. لاحظ انا كل مره بستخدم رموز مختلفه مشان انت تنتبه انه الرمز يعني يتغير مهما يتغير بضل القانون الجيب نفس القانون. اذا مفكوك الجيب بده يكون جيب 270 جتا عين زائد بصير زائد جتا 270 جيب
عين. إذا بدينا بهذا الخطوة الثانية. أول حاجة وين في عندي زوايا؟ الأرقام معروفة بطلعها. إذا جيب ال 270، جيب ال 270 هو سالب واحد. جتا 270 هو صفر. فنضرب بصير هذا صفر. وهذا نضرب فيه لاحقا سالب واحد في جتا، يعني سالب جتا عين. إذا الناتج محصلك سالب جتا عين. إذا هذا بالنسبة للجيم. حين نيجي للقانون الثاني، وهذا كمان قانون مهم، وأصلا يكفينا إنه جيم أو جتا بس والباقي ها. جتا سين زائد صاد. المفكوك بكون جتا سين جتا صاد. لاحظ موجب بتصير سالب دائما في الجتا، بكون العكس الإشارة الداخلية. ولاحظوا المفكوك كان في الجيب هو جيب جتا جتا جيب، لا الآن الجتيات لحال ناقص جيب سين جيب صاد. منها تقدر تميز انه هذا قانون الجتا. الخطوة الثانية انه هنا اذا كانت عندي سالب بكون هنا عندي موجب، يعني عكس بعض، الجتا دائما عكس بعض. وبنفس الامر دائما بيجي اسئلة بالنمط. اذا الامثلة، من الامثلة نفس اللي اخذناه اللي هو جتا مثلا الف زائد 90. الجتا بتكون جتا الف جتا 90 ناقص، لأن الإشارة ها انتبه، ناقص جيب ألف جيب التسعين. نبدأ الخطوة الأولى. جتا التسعين صفر، إذا هذا كله صفر. جيب التسعين واحد، إذا الناتج عندي صفر ناقص جيب ألف. صفر ناقص جيب ألف، مش واحد يقول لي صفر، إذا سالب جيب ألف. هاي القانون تبعها. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ناخذ أي زاوية، ما عندي أي مشكلة. الحين لو جينا قلنا جتا 180 ناقص س، شو يساوي؟ يعني تبدل جتا، إذا بصير أنا عندي جتا 180 جتا س بعد ناقص، لاحظوا الناقص بصير زائد جيب 180 جيب س. نبدأ خطوة الأولى. جتا 180 هذا حاسب سالب واحد، جيب 180 هو صفر، يعني هذا كله صفر، كل هذا الرقم صفر، إذا هذا صفر لأنه صفر في جيب صفر، زائد أنا سالب واحد في جتا، إذا سالب جتا س، إذا الناتج سالب جتا سي. من الآن بقول لكم دائما في سؤال على الجيب والجتا، هذا أكيد، حتى هذا في عليه سؤالين، في سؤال مفكوك وفي سؤال ترجيح، يعني دائما في كل امتحان، يعني أنت عندك تجميع المرئي أنت عارف شو في الامتحان شو بيجي. رقم هنا القانون البعدي، لاحظ القانون البعدي بدأ أول طريق له اللي هو قانون الظل. ظل ألف، أو عفوا نحن قلنا ما دام استخدمنا س وص، إذا س زائد ص. ننتبه، هو يقول الله يكفي، يعني الظل هو عبارة عن جيب عن جتا، فأنا يكفيني قانون الجيب وقانون الجتا قسمن على بعض بطلع الظل، يعني ما في، بس أنا بدنا نعطي القانون هذا تسهيلا عشان ما الطالب من أول شيء يدور عليه ممكن يحسب فيها وتاخذ معاه زمن أكبر، فإحنا بنعطيك القانون جاهز. باقي القوانين الثالثة اللي هي الفتا أو القتا أو القا بس مقلوب، يعني بتفك الجيب وبتطلب القيمة اللي بتطلع معك بتقلبها. فلاحظ عندي هذا بصير عندي كسر. ظل س زائد زائد ظل ص على واحد ناقص ظا س ظا ص، يعني ظل الأولى زائد ظل الثانية على واحد ناقص ظل الأولى في ظل الثانية. هذا القانون بيحكي لي الحين وين الأمر؟ إنه إذا كانت هذه الإشارة سالبة، أنا بحط أنا سالبة، وين في عندنا إشارات ثانية؟ بنغيرها، فبتصير هذه سالبة وهذه بتصير موجبة. لاحظ اللي فوق مع بعض واللي تحت مع بعض، هذا قانون
الظل. فلاحظوا عندي هنا قانون الظل، الاغلب بيجينا الامر التالي، يعني دائما هم بيركزوا على قانون الظل، الاغلب بيبقى جايب لنا هذه القاعده طالب منا ارجوع، او القانون هو نفسه بيبقى جايب بيقول لك صح او خطا. فاحنا مثلا نسال الامر التالي، يعني انا مثلا لو اجى قال لي مثال ظا سين زائد، او عفوا يعني مش مشكله 180 هاي كتبنا تمام. فانا باجي بطبقها على القاعده هي اللون الثاني بدي استخدمها، فالتطبيق بيكون ظا سين زائد بتصير زائد ظا 180 على واحد ناقص ظا سين مضروب في ظا 180. ننتبه للامر التالي حاليا، انه ظل 180 صفر وهذا صفر، اذا القيمه هذه راح تكون صفر، اذا راح يكون عندي ظا سين زائد صفر على واحد ناقص صفر، اذا الناتج راح يكون عندي ظا سين على واحد، يعني ظا سين قلنا اي عدد على واحد هو نفسه بظل بقيمه ظا سين، اذا المحصله ظا سين.